يوم السبت. قالت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، وهب لنا اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا وإليك فقرا وفاقة، وبك عمن سواك غنى وتعففا. اللهم وسع علينا في الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك أن تزوي وجهك عنا في حال ونحن نرغب إليك فيه. اللهم صلي على محمد وآل محمد، وأعطنا ما تحب، واجعله لنا قوة فيما تحب، يا أرحم الراحمين.